رموزها السرية، فلا يسألني أحد عن سر حبي للغة العربية وتمسكي بها في هذه المدينة، مدينة الجن والملائكة، وانتقالي فجأة من حالة شعرية إلى أخرى أعمق بمجرد ما استمعت إلى صوت محمود درويش. فإذا هي تصلني من صديق شاعر فيها رابط لفيديو يظهر فيه محمود درويش وهو يلقي العربية تلعب دور كبير للتواصل بين الناس على صهوة العلم، الثقافة، الروحانيات، الأدب وكذلك مكارم الأخلاق. فكون المركز الثقافي الجزائري يحتضن هذه الفعالية، فعالية الاحتفال بلغة الضاد التي تجمعنا هنا في مدينة الأنوار باريس، له بالنسبة لي دلالة عميقة جدا. فشكرا للمركز الثقافي الجزائري والمشرفين عليها الذين أتاحوا لنا هذه أن يسطح الحرف العربي بيننا ونتقاسم الشعر ومحبتنا للغة الضاد. نحن اليوم في ربوع المركز الثقافي الجزائري ننظم هذه الاحتفالية التي ستضم عدة فعاليات بين الشعر والأدب والموسيقى والخط العربي. كان حري بالأمم المتحدة أن تجعل اللغة العربية لغة عمل، وسعيدة إني أشوف الجمع الكريم، الوجوه البشوشة، في وأشكر الأستاذ علي المرعبي دار كل العرب التي احتوتنا وجعلتنا نأخذ هذه الفرصة. وكل سنة وأنتم طيبين.